السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقع كتيرة بتدعي انها تقدر تعرف النص ده كتب بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا لا. منهم مثلا موقع اسمه زيرو جي بي تي، مجرد ان انت تكتب التكست هنا او تعمله ابلود يبدأ يقول لك هل ده فعلا في ذكاء اصطناعي شارك فيه ولا لا. لكن الجامعات اللي جربته حست ان النتيجة بتاعته غير مرضية، لان لو انت بتكتب بلوج غير اصلية عندك فهو بيعتبر ان الاخطاء دي دليل ان الذكاء الاصطناعي هو اللي كاتبه، فبيديله تقييم ان هو بلاجيارزم او ان في حد غش واستغل الذكاء الاصطناعي فيه. فحاليا الجامعات مفيش ولا اي برنامج من البرامج الديتكتور للذكاء الاصطناعي بتعتمده، كلهم حاسين ان الموضوع مش مظبوط وما ينفعش ان هو يعتمد عليه في ان هو ينجح او يسقط طالب. طيب لو انت بتستعمل شات جي بي تي ممكن احط لك كده كود صغير، تمام؟ بص الكود ده بقول له ايه، عيد كتابه الكلام اللي مكتوب وغير في الاستراكشر وخليه اكثر قدره على القراءه، لازم يكون اوريجينال، افويد ريبيتيشن اند باس ذا انتي بلوجاريزم تشيك، وتكتب له التكست اللي انت عايزه. دي من ضمن الطرق ان انت مثلا بعد ما هو كتب لك حاجه ممكن تقول له ايه، طب عيد كتابتها تاني وخليها تعدي من الفحص، هتلاقي الذكاء الاصطناعي فعلا عاد لك الصياغه بشكل جميل وبشكل ذكي، وبحس ان الناس لما تقراه تحس ان ده لا الانسان هو اللي كاتبه، مش متاخد من مواقع الذكاء الاصطناعي. فشايف سطرين ثلاثه يعني، مش هقول لك خد الموقع دوت خد كلام شات جي بي تي وعد فيه، لا هو في شات جي بي تي نفسه عوده على كده ان انت كل ما تقول له حاجه قول له اكتب الحاجات دي. وشات جي بي تي في حاجات حلوه ممكن تقول له مثلا جيف مي ايديا، او ممكن تقول له ريكومند اداش، ممكن حتى تكتبها حتى لو مش موجوده في اي لحظه، ممكن تقول له ايه اديني افكار عن ايه بقى، يبدا ان هو يديك هو خمس افكار ابداعيه لفنون الاطفال وبتاع، فتبدا انت بقى تتعامل معاهم وتبدا ان انت تجربهم. يعني الذكاء الصناعي مفيد ومجاني، فحاول ان انت تستغله. ممكن اقول مثلا عايز افكار مثلا ابداعيه لمواقع، خلي بالنا ان في بعض المواقع بتركز قوي على حاجه زي كده، هو الفكره كلها ان هو متوصل بشات جي بي تي ويقول له انا الموقع متخصص في كذا، فلو في حد كتب اي كلمه اديني اسماء او اديني افكار او اديني كذا. فانت هنا بتتعامل بشكل لذيذ ومفتوح لكل الافكار مش لحاجه واحده بس. بالتوفيق ان شاء الله.